الحكومة الفرنسية تعلن عن تمويل جديد بقيمة 250 مليون يورو لدعم البنية التحتية لركوب الدراجات الهوائية وركوب الدراجات بخصوص العام المقبل. الدولة تأمل في تعزيز استخدام الدراجات كوسيلة نقل. إن صندوقا جديدا لركوب الدراجات سيعزز البنية التحتية للدراجات ويمول دروس ركوب الدراجات لنحو 800 ألف طفل، وسيكون التحدي في السنوات القادمة هو إظهار أن ركوب الدراجات يمكن أن يكون أيضا وسيلة مواصلات سهلة. سكان العاصمة الفرنسية يرون أن استخدام وسيلة النقل ذات العجلتين للتنقل يوميا يشعرهم بمزيد من الأمان. أعتقد أنه في الوقت الحالي الأمر جيد للغاية. على راكبي الدراجات أن يكونوا أكثر انضباطاً، علينا التغلب على عقليتنا الفرنسية. فرنسا قامت خلال العام الجاري باتخاذ قرارات تدعم أسعار وقود السيارات بتكلفة تزيد عن 7 مليارات يورو، إذ بلغت قيمة دعم الحد الأقصى لأسعار الغاز والكهرباء أكثر من 24 مليار يورو. أضحى استعمال الدراجات أمراً من شأنه تسهيل أوضاع النقل.